بحسب الأسطورة الصينية، فأول كوب من الشاي تم صنعه كان في عام 2737 قبل الميلاد، ويعتبر من المشروبات الصينية التقليدية لآلاف السنين. إلا أن المعلومة المتداولة هي أن نبات الشاي تم اكتشافه عام 1824 في التلال على طول الحدود بين بورما ودولة أسام الهندية. ومعروف أيضاً أن البريطانيين هم من قدم ثقافة الشاي إلى الهند، إذ كانوا في البداية يستخدمون البذور من الصين، ولكن في وقت لاحق تم استخدام البذور من أسام الهندية. هذا تاريخ الشاي. أما عن فوائده فهي قصة طويلة اختلف فيها الناس، لكن هل يمكن أن يشكل كوباً من الشاي خطراً لدرجة تدفع قائد طائرة لتغيير وجهته والهبوط اضطرارياً؟ صوفي كلاير تجيب على هذا السؤال عبر تغريدة لها على تويتر. صوفي هي إحدى المسافرات على متن طائرة تابعة لخطوط طيران جاتو، قالت: على رحلة الطائرة من غلاسكو إلى تينيريف اضطرت إلى تغيير مسارها والهبوط اضطرارياً في مانشستر لعدم وجود ماء كاف لإعداد المشروبات الساخنة. شخص آخر كان على متن الطائرة أيضاً غرد قائلاً: تغيرت رحلتنا إلى مدينة مانشستر ويتم تغيير طائرتنا بسبب مرحاض مكسور وعدم وجود مياه. ثم نشر صورة لخروج الركاب من الطائرة. الأمر في مجمله قد تعتقده أنه مزحة أو أنها قصة ملفقة، إلى أن بدأت المواقع الإخبارية في الحديث عن الأمر، ونشر موقع إنديبندنت الخبر تحت عنوان: طائرة تابعة لخطوط جاتو غيرت مسارها لعدم وجود مياه كافية للشاي والقهوة. الخبر انتشر بشكل كبير على تويتر طبعاً وسط سخرية وغضب من المغردين. وفي المقابل قدمت الشركة اعتذاراً عن الواقعة، وتم توفير طائرة بديلة للركاب. وأكدت المتحدثة الإعلامية باسم الشركة أن الرحلة وصلت إلى جزيرة تنريف بسلام.